تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 304 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 100 طن مواد غذائية وغير غذائية، ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط سبعم... 37 طن سلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 23 طنا أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة فتم ضبط قرابة 14 طن دقيق مدعم، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 20 طن حديد وستة أطنان أسمنت، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 340 قضية من بينها 83 قضية خبز ناقص الوزن و74 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.